حلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع منال. الاهتمام ما بيطلبش. عارفة ان اول ما الرجالة بتسمع الكلمة دي بتموت على نفسها من الضحك، وتقول لك بقى دي الحكمة الثابتة عند الستات، سواء كانت حبيبة او خطيبة او زوجة. بس الحقيقة هي عندها حق يا سيدي الرجل الفاضل، لانك عادة بتنسى كل المناسبات المشتركة ما بينكم، واللي يمكن انك تفتكرها ده في حد ذاته بيكون حاجة كبيرة جدا ليها. فما بالك بقى يا سلام لو جبت لها هدية في كل مناسبة من دي. طب اقول لكم على حاجة، تعالوا كده نوجه سؤال لكل زوج بيشوفنا دلوقتي بصراحة وبما يرضي الله. امسك ورقة وقلم، هل يا ترى هتعرف تجاوب على كام سؤال من اللي هنقولهم دلوقتي؟ فاكر عيد جوازك؟ طب فاكر عيد ميلاد مراتك؟ طب عيد ميلاد ولادك؟ طب يوم خطوبتكم فاكر التاريخ؟ طب أول يوم ارتبطتم فيه يا ترى كان إمتى؟ وسنة كام؟ ويوم إيه؟ طب إيه آخر هدية جبتها في عيد الحب مثلا؟ لو عرفت تجاوب على نص الأسئلة دي يبقى كويس قوي، تعظيم سلام. لكن أنا عارفة ومتأكدة إن في ناس كتير مش هتعرف تجاوب على ولا سؤال منها، علشان كده بنقول لهم الاهتمام ما بيطلبش. معانا دكتورة هبة دهب الاستشاري النفسي. مساء الخير يا دكتور، إيه رأيك في جملة الاهتمام ما بيطلبش؟ هو أنا مش مع العبارة قوي، لأن الاهتمام بيطلب. عارفة إن ممكن تكون الستات مش هتبقى موافقة قوي على الموضوع ده، مش كل الستات طبعا، بس خلينا نقول إحنا بنطلبه من مين؟ مين إيه هي السيكولوجية اللي قدامي؟ الراجل مختلف تماما بناؤه النفسي عن الست، فالراجل مش بيعرف من غير ما نقول له حاجة كده، مش بيضرب الوضع اللي إحنا بنضربه كسيدات خالص في التعامل. فلازم تقولي له وتفسري له كده، ايه الشهر ده، ايه الاخبار، انت مش حاسس ان ممكن يكون في مناسبه؟ يبدا يفتكر ان ده عيد الجواز، دوت عيد ميلاد الولاد، ده عيد نادي، ده عيد ميلاده هو شخصيا. بس غير كده الراجل احادي الفكر، فهو بيركز في حاجه واحده بس، ولما تخلص اشوف اللي بعدها. غير الانثى في البناء النفسي عند الانثى، لا تقدر تركز في اكثر من حاجه في نفس الوقت، عشان كده بتاخد بالها قوي من التفاصيل. الراجل لا، فبالتالي احنا عندنا مشكله دلوقتي في طريقه التعامل، انا في حته وهو في حته. ما ينفعش خالص نقيس الراجل على نفس ميزان الست، لازم ابقى انا كست عارفه ان انا بوزن بميزان اسمه انا بعرف اكنترول على اكتر من حاجه، الولاد والشغل والبيت، وبكلم واحده صاحبتي في التليفون وبطبخ وانا كل ده بعمله في نفس الوقت. هو لا، هو في الشغل فهو في الشغل، هو في البيت فهو في البيت، هو مركز في حاجه على الكمبيوتر مثلا، فمش بيعرف يتكلم معاها، مش بيعرف يدير الحوار، هي ممكن تعمل كده. فالميزان مختلف في سواء في التركيبه المخيه او في الوظائف العقليه عند الراجل او عند الست. فلازم دكتورة هبة بتقول لكم الاهتمام بيطلب، ونفكر الرجالة لأن احنا مالتي فانكشن والرجالة أحادي التفكير. شكرا دكتورة هبة دهب الاستشاري النفسي. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل.